كل شيء تمام، اول ما يجهز رح يطلع كتير حلو. الطباخين وصلوا شيء؟ ايه بس الشوف ماله مثل الحكي، وقت يلي بيجهزوا رح يكونوا كيسار. لازم على القليل تشوف شو اللي عم بيصير. هذا كيف طلع من غرفته؟ شو مفكر حالك عم تعمل؟ ناوي تفضحني بين الناس؟ هاتون بلا لعب. سكي سار خدون. فهمني انت شو قصتك؟ فكر حالك قاعد بوتيل؟ شو سويت انا؟ شو هاد؟ حاجة قرف بقى، في بني آدم بيعمل هالحركة؟ انت جنيت شي؟ شو يا فهمان، هدول للزينة مو للأكل. شيل إيدك. الناس يلي رح يجوا اليوم على الحفلة من أهم المسؤولين والتجار بالبلد، وانت مانك مهتم لكل هذا الشي؟ طلع فيني. شو انت ما بتفهم؟ طيب جوعان شو فيني أعمل غير هيك؟ انت قولي لي. جيبولي كاست مي لو سمحتوا. توصلك على غرفتك. أنا كنت جوعان مشان هيك أكلت منهم. فهميني انتو شو عاملين؟ يعني أنا شايف إنه في غلط بشغلكن هاد. أنت تعال قرب. أنا؟ إيه قرب لهون شوي. لك تعال لا تخاف. أنت المسؤول عن هذا الشغل؟ إيه أنا المسؤول، وبرضاها لديدي كمان. ديدي؟ ومين هي ديدي؟ أنت يلي مكلفتي؟ الشغلة ما بدها التعيد. شيلونا من هالحكي وفهموني أنتو شو اللي عاملينه. في حدا فهمان وواعي بيعمل طيارة من القرع؟ بعدين شو هذا يلي عاملينه هون بالجزر؟ شو عم يصير هون؟ لساتك بتحب ألعاب الأولاد؟